بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال الشقيقة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس ماكي سال والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة تواطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي. وأكدنا كذلك على ضرورة تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات. السيدات والسادة، تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد، وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلاً عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظراً لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. كما تبادلنا الرؤى حول استضافة رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حيث أكدت اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دور القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ،
لا سيما وأن إفريقيا تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية للظاهرة. كما أعربت من جانبي عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة للتشاور المستمر مع السنغال بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل بلورة موقف إفريقي موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التي سيتم تناولها خلال المؤتمر. فخامة الرئيس ماكي سال، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم وأنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية السنغال الشقيقة حكومة وشعبا كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا، وتفضل فخامة الرئيس. شكرا جزيلا أخي العزيز سيد الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، إنني سعيد لإجراء هذه الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من أخي وصديقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس وأخي العزيز، شكرا مرة أخرى لهذه الدعوة الكريمة ولحفاوة الاستقبال الذي تسمى بها على نحو من مشاعر الأخوة الذي حظيت به، وكذلك الوفد المرافق لي. إن زيارتي تأتي في أعقاب زيارتكم أنتم سيد رئيس في أبريل 2019 في السنغال، ومشاركتي في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ في العام نفسه. والعلاقات بين دولتينا ما زالت علاقة عريقة، لأننا نتقاسم نفس الحضارة المتأسسة على الأمور الروابط المشتركة وتقارب وجهات النظر فيما بيننا فيما يتعلق بالمسائل الأساسية والتي تهم إفريقيا والعالم بأسره. إنني جئت وأنا أثمن العلاقات التاريخية مع أخي وصديقي السيد الرئيس السيسي، وهذا هو مغزى هذه الزيارة. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة، القطاعات الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة، والتي تنص على الإعفاء من التأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة، وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف. نحن في مصر الثقافة والتعليم العالي أيضا. نحن نعمل أيضا لتوقيع اتفاقات في مجال قادمة في مجال الطيران المدني لتيسير النقل الجوي بين دولتينا. وزيارتي تأتي أيضا عشية قمة الاتحاد الإفريقي و قمة إفريقيا وأوروبا، وسيد الرئيس السيسي وأنا بشخصي نحن قد تشاورنا كأعضاء في المكتب، وأيضا تحاورنا حول إفريقيا حتى تتحدث إفريقيا كلها بصوت واحد وتدافع عن مصالحها. نحن تحاورنا حول النيباد وحول الموضوع الذي يمس استقرار الدول في إفريقيا بينها الدول الأمنية، وأيضا الموضوعات الخاصة بجائحة كورونا وتصنيع اللقاحات. وأود أن أهنئ
يا السيد الرئيس المصري، حيث أن مصر هي أول دولة إفريقية في الوقت الحالي من بين الأوائل لإنتاج في القارة اللقاح الخاص بمكافحة كورونا، وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار وأيضا في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية على مستوى الدولة. أيضا تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل يرتكز على التشارك بين الدول. وقد هنأت السيد الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره. إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة، إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها. إن مصر يستمع إليها بإنصات وباهتمام بالغ. إن مصر دولة المستقبل، ولهذا فإنني أعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع السيد الرئيس السيسي، وأيضا خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي. إننا علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن. وإنني سعيد في هذا الصدد لأن كوب 27 ستعقد في مصر لتناول المسألة الحيوية ذات الصلة بالتغيرات المناخية وخلال الفترة الانتقالية الخاصة بالطاقة والمهمة وخاصة بالنسبة لإفريقيا، وهذا سيكون أحد التحديات الكبيرة أمام قارتنا. إننا سنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة كوب 27، وأيضا إفريقيا كلها ستكون بجانبك سيد الرئيس مرة أخرى. شكرا لكم وتهانية بصفة خاصة للإنجازات الرائعة التي تقومون بها في مصر، في مصر، والمثال الذي تعطونه أمام إفريقيا وأمام العالم للصمود والقدرة الداخلية يجب أن تستغل من أجل تنمية القارة. شكرا سيد الرئيس.